والشغل بتاعك
وبنحدد مستواك انت هتبقى عامل ازاي، الراجل المهندس اللي هيقول ده يبقى مهندس شاطر ولا مهندس شقي ايه؟ فالموضوع مختلف، كل كلمه بتتقال في اي منهج في الكليه اعرف ان وراها تاريخ كبير قوي، مجهود من العلماء والمهندسين عشان تقدر المعلومه دي توصل لك، غير المعلومه التطبيقات والامور الحياتيه بتاعتك. يعني عشان نبقى واقفين مع بعض، الراجل اللي هيخش قسم مدني ده هيدفع شهر مسؤولين، بيبني عماير وبيبني ابراج وبيبني كراري وبيعمل كنفات وبيعمل صرف صحي وبيعمل شبكات ميه وشبكات مش عارف ايه. طبعا لازم يكون فاهم هو بيعمل ايه. الراجل اللي هيخش العماره كذلك، الراجل اللي هيخش عماره، اللي هيخش مساحه، التخصصات دي كلها. خلي بالكم ان سوق العمل بره، ممكن تسمع البلد بقى مش عارف حاله البلد واسطه مش عارف ايه، مفيش شغل مفيش، لكن سوق العمل الحقيقي مفيهوش وصايا. الواسطه بتديك الفرصه لكن ما بتديكش النجاح ابدا. عادي ممكن يكون واحد والده مهندس قريب مش عارف ايه عمه مدير ايه شغاله، بس مش هيقدر يجبر الناس اللي هي تحترمك وانت راجل مهندس شاطر. انت لو مهندس مش شاطر او ما بتفهمش عمرك ما عمره مش هيقدر يديك دي بقى. هو اداك الفرصه لكن مش هيقدر يديك الايه؟ النجاح. الناس الشباب اللي زيكم كده معظمهم بيفكر نفسه يسافر بره ويعالج يهاجر اللي عايز يشتغل. طب انت فاكر بره يعني الناس دي اللي بتشتغل؟ انت لازم تبقى على الاقل الناس من المستوى بتاعهم عشان تقدر تشتغل معاك. اللي انت ايه الميزه اللي تكون عندك؟ انت هنا ما تفكرش دايما تفكير ان انا عايز ورقتين اقراهم واحفظهم اخش احطهم في الامتحان عشان انجح. ماشي نجحت. هل بقى ده انت كده معناه ان انت راجل مهندس بتفهم؟ لا. للاسف ودي برضه ظاهره بقى لها كام سنه، ان الناس بتخش غرضها في الامتحان اغش، انا عايز اغش على قد اكبر قدر من الامكان اغش عشان انجح. انت ما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى مخبي لك ايه، انت ممكن تنجح وبعد كده في ناس اتخرجت وماتت، يعني ما عملش حاجه من اللي هو عمله ده غير اللي هو ارتكب ذنوب وخلاص. تمام؟ في ناس هتتخرج من هندسه مش هتشتغل مهندس اصلا. ما الغش اللي انت عملته ده لازم ايه؟ طب تعالى بقى عشان نوصل الموضوع اكتر، انت كان معاك واحد زميلك ودلوقتي في وقت نفس اللحظه دي هو داخل كليه طب هيطلع راجل دكتور. تقعدوا مع بعض وتتقابلوا مش عارف تروح للعقد ايه، تقعدوا مش عارف على الكليه فين، تقعدوا تتكلموا ده انا بعيش في الكليه، لا ده انا ما بعملش في الكليه، ده انا مش عارف بعمل ايه والكلام ده كله. انت بتحكي وهو بيحكي. هو بينجح بالغش وانت اصلا بتنجح معاه، واحد بينجح بالغش. اتخرجت وانت عارف هو كان بيعمل ايه ووصل ان هو نجح بقى عامل ازاي. وانت جيت بقى حسيت بدعم محتاج عمليه محتاج علاج. انت بذمتك كده هتبقى واثق ان ده عجبك؟ مش هتروح كده عند الشاطر اللي الناس بتشكر فيه، صح؟ مع انه صح ده ممكن ايه ما ياخدش منك فلوس لكن انت مش هتثق. ولا هو هيثق فيك ان انت يقول لك انا اشتريت حته ارض تعالى انا عايز ابنيها عماره مثلا. هو مش هيثق، هو عارف ان انت ما تفهمش حاجه. نجحت بالغش ولا جبت ورقتين مش عارف ايه، صح ولا لا؟ يبقى اذا لازم الناس تبقى واخده بالها ان انت في الكليه هنا لا انت بتتعلم، وعلى قدر اللي انت هتتعلمه ده اللي هيحدد مدى شطارتك. ممكن المحاضره بتاعت النهارده ما يكونش ليها تطبيق عملي عندك في شغلك في مستقبلك، لكن على الاقل لازم تكون عدلت لك حاجه في مخك، وسعت المدارك بتاعتك. العقليه الهندسيه دي ما بتتكونش غير بعد ما تعدي الخمس سنين جوه الكليه. بغض النظر انت هتشتغل ايه، في واحد دخل كهرباء ده طلع مش شغال مهندس ميكانيكي، بس هو بيفكر باللوجيك الهندسي. اللوجيك الهندسي ده انت بتركزه عن طريق مجموعه المواد اللي انت بتاخدها. خلي بالكم ان الهندسه دايما بتتمحور حوالين الفيزياء والرياضه. الماده اللي هي بتاعت تاريخ الهندسه دي لما تيجي تشوف يعني ايه كلمه هندسه يعني ايه انجينيرنج؟ يقول لك هو التطبيق العملي للفيزياء والرياضه. دول اللي بيكونوا لك طريقه التفكير بتاعك، يعني صدقني بعد الترم الاولاني هتلاقي طريقه تفكيرك للامور بتختلف. فتصور بعد خمس سنين هيبقى شكل تفكيرك ازاي؟ عشان ما نطولش على بعض، يا ريت الناس تهتم، ما تتبسطش قوي ان حد يقول لك ده جزء ده مالي، الناس بتفرح قوي، فما تبقاش عارف ان انت ممكن بعد كده تحتاج في الشغل، تحتاج ان انت تكون فاهم الحته دي. ما هو في لك اللي بيتكلم عليه بتاع الطب ده ممكن الحته اللي اتنقلت دي ولو هو مريض هيتعالج في الحته دي. فالناس دايما ما تتبسطش الكلام ده، الناس بره دايما بتزود في العلوم، العلوم عماله تزيد. كتاب الماركه اللي بشتغل منه بتاع الفيزياء الهندسيه اول طبعه اللي هي من 20 سنه مثلا كانت 800 صفحه. دلوقتي 1600 صفحه، طب ليه؟ عشان العلوم بتزيد والتطبيقات بتزيد. احنا بقى بنعمل ايه؟ العكس، انت عايز تقلل. كل ما يقول لك هتطور التعليم يروح ايه؟ شايلين حد. طب وده هينفع يعني؟ الناس بره خلاص بقى اصلا اللي يطلع مهندس ممكن من الكليه معاه في الفلوس ممكن ما يلاقيش فرصه عمل كويسه، يشتغل شغلانه روتينيه عادي يلاقي الجوده يلاقي اي حاجه. طب انا عشان اشتغل شغلانه ما
الماجستير، لان هو كده القدر بتاع المعارف بتاعه ما بقاش على ريزن المستوى بتاع الشغل العالي اللي موجود في السوق بره. فانت الناس تهتم، وخلي بالك مش من الرنشانه ولا الصياعه ولا الحركه ان انا ما بذاكرش، لا انت ممكن تعيش حياتك وتعمل كل اللي انت عايزه مع زمايلك واصحابك واهلك وقربائك وبتعمل في يوم كده كل يوم بدي ساعه او ساعتين عشان ايه؟ احقق الهدف بتاعي. الموضوع ان انا مش محتاج اكتر من ساعه ساعتين في اليوم، ما تفتكرش ان هو الاطفال وبتاع ولا مش عارف ايه، ده انا ايه قايم على الكتاب، لا ابدا. الموضوع محتاج تنظيم. والله رحت النهارده محاضره رياضه مع الدكتور مثلا فلان، مع الدكتور مثلا محمد، ايه والله انا بفهم من الدكتور محمد ايه، لا اروح اذاكرها النهارده. محاضره الدكتور عمرو ما بفهمش اي حاجه اصلا، انا بفهم السيكشن. يبقى خلاص ان انت بتسال بتذاكر النهارده السيكشن بتاع الفيزياء اللي هذاكره النهارده، لان بكره انت نسيت شويه منه، اخر الاسبوع انت نسيته خالص. ساعه الميد ترم انت ما تعرفش اصلا انت هتذاكر ايه ولا هتذاكر ايه. اخطر حاجه يا باشمهندس الناس اللي بتتعلم من اخطائها ان انت تكون بتفتح الماده لاول مره قبل الامتحان. ليه؟ لان انت اصلا عندك قلق من الامتحان، عندك رهبه من الامتحان. تفتح الماده تحس ان انت في جبل قدامك. لا انا قدام المحاضره بتاعت النهارده دي على الاقل اقراها كده دقيقه عشان تفضل ثابته في الذاكره عندك. وهكون عارف ايه المصدر اللي انا هذاكرها منه. والله قريتها من كتاب، لقيتها في كتاب حلو، يبقى ده كويس ان حاجه اذاكرها من الكتاب. قريتها من المحاضره، يبقى المحاضره دي اللي اذاكرها. لا ده كان في ولا مش عارف موجود في المكتبه دي ولا بتاع المهندس دي، اي حاجه ولا انا اللي يهمني، انا اللي يهمني منك ايه؟ انا ادي بس رساله ان انا اشرح لك وافهمك، وانت توفيك حق ان انا اديك امتحان حلو عشان انا انجحك. تذاكر انت بقى من عندك من كتاب من ورق من درس من كورس، انا ما بيهمنيش الكلام ده. وما بيهمنيش اصلا الامتحان عشان تبقوا فاهمين، انا اسال عندي كده في اي كورس انا اديته هتلاقي اللي بيسال ده اللي هو بقى معاك ضايع خالص. انا ما بيهمنيش الامتحان، انا بديك المعلومه مباشره واختمها فيها بشكل مباشر. والله انت عرفت المعلومه دي وكتبتها لي في الامتحان، خلاص انا لازم تنجح كده. فالموضوع مش صعب زي ما انت متصور، اللي هو ادي لنفسك كده ساعه في اليوم بالليل ولا ساعتين اقعد اذاكر كل يوم بقى. ادي ساعه الامتحان والله بكره عندي او بعد بكره عندي امتحان رياضه، انا بذاكر من الوقت ده، يبقى انا عارف ان انا هبدا من هنا على طول. لكن تتعرض الحاجه عليا اول مره قبل الامتحان بيبقى اسوء شيء صدقوني يعني، وما بينفعش. وما تاخدش النصيحه من حد ايه؟ جرب ونفعل معاه، مش تقول لي لا انا واحد صاحبي قال لي انا ما بحضرش المحاضرات ولا الكليه ولا سكاشن، انا بذاكر من الوقت. طب صاحبك ده سنه كام؟ لا انت تدبر معاه. ما هو تدبر. يقول لك ازاي تدبر؟ احب الكليه. لا انا اشوف بقى اللي دخل القسم اللي هو عايزه عمل ايه عشان انا اعمل ايه؟ انا اعمل فين؟ محاضرتنا ان شاء الله الساعه 2:10، انا بحب التزم بالميعاد، انا تقريبا جاي لك قبل ما اعمل الكلام ده قبل الساعه 2:10، بندي خمس او 10 دقائق كده عشان الناس اللي هي كانت بتعمل اي حاجه سامع كده، لكن انت اصلا موجود في كلام الصبح فالتاخير ملوش لازمه. حضرتك خلاص دخلت المحاضره بيغطك الى التليفون اللي انت ماسكه زي الانسه اللي ماسكه التليفون ورا دي كده. تعمل ايه؟ تقفل التليفون وتحطه في بيتك. مش عايز تحضر مش هنكبرك، يعني انت براحتك، بس خلاص قررت ان انت تحضر يبقى انسى التليفون ده لمده ساعه كده اهو، انا ما نطولش هي ساعه ساعه 10 دقايق بالكتير في الفرن. انا هديك الاستايل. يبقى انت محتاج تستايل، فانت ركز معايا، سيب كل حاجه كده لمده ساعه وركز فيها مع بعض. الكلام الجانبي ممنوع. دخلت خلاص اخترتك يبقى نسمع ايه؟ المحاضره. المحاضرة بتاعتنا أو البلد بتاعنا اسمه الليزر والأوبتكس، بيتمركز كله حوالين البصريات اللي هي المرايات والعدسات والخوارج بتاعت الضوء، وهنبدأ أبلكيشن اللي هو الليزر، لأن الليزر ده تقريباً مفيش مجال دلوقتي غير اللي موجود فيه. طبعاً تسمع عن كاميرا خطوطية، طنطات هندسية، قطع لحم، نقش، أي حاجة شغال فيها ليزر. فلازم كنا نفهم إيه الليزر ده، يبقى راجل كمهندس، الليزر ده داخل في كل الدبابات الهندسية دلوقتي. فلو رحت عملت اي حاجه بقى تقول لك ليزر، حته الازاز يقول لك ده بتاع ليزر. صح ولا لا؟ يبقى لازم تفهم ايه الليزر وايه الخصائص بتاعه. عندنا كام كده ان شاء الله ست محاضرات. اول مره في حضرتك هنتكلم على الضوء، على الضوء الهندسي. النهارده المحاضره بتاعتنا دي عباره عن انتروداكشن صغيره هنتكلم فيها على طبيعه الضوء. المحاضرتين اللي جايين هنتكلم فيهم على الجيومتريك اوبتكس او البصريات الهندسيه. احنا كاسه الضوء وانتشار المرايات والعدسات. انا عارف ان معظمكم سمع الكلام ده قبل كده، عادي نلم مع بعض تسمعوا بالانجليزي تعرف المصطلحات بتاعته عشان لما
تقدمها في اي كورس تاني. كل الناس اللي كانت جايه من اي معهد فني او البلوم والكلام ده بيتفرد عليه هو خد بس برضه يتفرد عليه تاني. الناس دي بتبقى تجتهد بشكل كبير قوي عشان توصل لكليه الهندسه. الناس دي فعلا انا شخصيا بحترم الناس دي وبحترم جدا لما بلاقيه كمان شاطر بقى. في ناس جزء صدفه ما لناش دعوه بيها بس لما بلاقيه شاطر كمان ده بتبقى شيء جميل جدا لان هو ده انا ببقى عارف ان هو عامل مجهود في بيئه وحشه. بتاع الثانويه العامه كله بينجح وكله بيجيب مجموعه لكن الناس دي بالذات انا شخصيا بحترمها. هنرجع للثلاث محاضرات دول سواء بتاعه الدور والثلاث محاضرات التانيين هنتكلم على ايه؟ المحاضره بتاعتنا النهارده مش مهندسين طبيعه الدور نيتشر اوف لايف النظريات اللي حوالين الدور. انت النهارده لو جاي وفاهم يعني ايه دور انا ضيعت الفهم اللي انت فيه دلوقتي. هتخرج النهارده مش عارف يعني ايه دور اصلا. ما احنا جايين ليه؟ هو احنا جايين عشان نعمل الحركه دي. اصعب موضوع واكثر موضوع فيه هموم في العلوم كلها هو الدور. لغايه اليوم بتاعنا ده محدش عارف في الدنيا يقدر يقول لك الدور ده عباره عن ايه. ولا حد فاهم ضريعته ايه. كلها نظريات. طبعا قبل ما نبدا الكلام بتاعك احب اديك مقدمه كده صغيره اتفرج من ثلاث كلمات انت بتتكلم بس ممكن ما تعرفش الفرق بينهم. في حاجه اسمها دور قانون. في حاجه اسمها سفير. يعني نظريه. حلوه ترجمه ايه؟ الفوريه. بعد كده عندي برنسل او قاعدة مبدا او قاعدة. ايه الفرق بين الثلاثة دول؟ قانون ده واحد اختار حاجة واثبتها رياضيا وتحققها. ما بقاش كلام بقى. يعني اقول لك قانون الجاذبية ده قانون كل الدنيا ماشية عليه. انه يحقق ايه؟ رياضيا وهندسيا وعلميا. نظريا دي وجهة نظر بتاعت العالم، مبنية على علم وعلى فكرات اقتناعها، لكن دي مش الحقيقة، لأن كل نظرية بعد شوية بتطلع نظرية تانية تقول إيه؟ تلغي النظرية القديمة وتثبت إنها كانت خطأ، والناس تمشي على إيه؟ على النظرية الجديدة. من 100 سنة قال لك ده الشاي ده مش عارف بيعمل إيه وبيكسر الحديد وبيرمي. عادي، شوية اكتشفوا العكس. نظرية دايماً بتتغير. برنسبل يعني قاعدة. مادة والكل قاعدة شواذ بتحقق رياضيا بس بحدود وفي حاجات بتكسر الايه؟ بتكسر القاعدة دي. فأنا ما بقول لك في نظريات كتير حوالين الدور فمش معناها إن هي كلها صح، لا ده عادي واحنا عايشين كده ممكن تطلع عالم بنظرية تانية يلغي كل النظريات القديمة دي ويقول لك دي ايه النظرية الجديدة اللي احنا نشتغل عليها. الدور لما نيجي نتكلم عنه معناه مقصود بيها الدور المركب الفيزابل لايت اللي بيسبب لك الاحساس بالرؤيه. هذا انت غير مش ارجعه في الارض دلوقتي. لا لوك. خليك فاللي مقصود يا باشمهندسين بالدور الفنرامي الكلمه لايت دي احنا بنقصد بيها في كلامنا الضوء المادي لان في ضوء تاني غير المادي. العين بتاعت البني ادم الريسبونس او الاستجابه بتاعتها هي الثلاث الوان بس. العين البشريه ما بتشوفش غير الثلاث الوان بس. الريد الاحمر الجرين الاخضر البلو. هما الثلاث الوان دول اللي البني ادم بيشوفهم. اي لون تاني انت شايفه حواليك هو نتيجه تداخل بين الثلاث الوان دول. يعني لو الثلاث الوان دول حطيتهم مع بعض نفس النسبه بيديك اللون الابيض. طب مفهومش ولا لون يبقى ده بيحتمل الداركنس او البلاك اللون الاسود. طب لون بقى البيربل الفايلوت اليلو الاورنج مش عارف ايه كل ده ايه؟ ميكس من الثلاث الوان دول. لكن في اطوال موجيه ثانيه زي الاشعه بتاعت الحمراء اللي فوق البنفسجيه الاكس راي كل ده ايه؟ البني ادم ما بيشوفوش. فانا لما اقول لك كلمه طيب يبقى المقصود بيها الضوء الايه؟ المرئي. المرئي اللي بيسبب لي الاحساس بالايه؟ بالرؤيه. القرنيه او الشبكيه بتاعت العين بتاعت البني ادم الخلايا بتاعتها بتستجيب للثلاث الوان اللي انا قلتهم بس. في بقى طبعا كائنات تانيه بتقدر ايه تشوف اكوان موجيه مختلفه. طبعا البني ادم لما فهم الضوء وفهم نظريات وفهم طبيعته وقدر يوظفه كمان بيقدر يخترع اجهزه بتقدر تشوف اكوان موجيه تانيه. في الكاميرات الحراريه دي اللي انت بتشوفها في الافلام والكلام ده دي بتشوف الاشعه بتاعت الحمراء فقدر ان هو يشوف الراديشن او الاشعه الحراريه اللي خارج من اي جسم كائن حي او اي جسم سخن. الضوء
ليه مصدرين، مصدر طبيعي اللي هو زي الشمس، ده اكبر مصدر للضوء نعرفه وما فيش مصدر احسن منه. وطبعا في مصادر زي النجوم والقمر بسبب الانعكاس ده بتاع ضوء الشمس على القمر، اللي هو برضه كانت الناس ايه بتهتدي وبتشوف بيه زمان قبل ما يخترعوا الايه المصادر الصناعيه للضوء، زي بقى الشمعات واللمبات اللي كانت بتشتغل بالجاز او بالزيت. في اللمبات بقى العاديه بتاعت اليسون دي، واللمبات اللي هي الفلورسنت والموفره والليد واي ضوء اللي هو الليزر والكلام ده كله، كل دي احنا بنقول عليها ايه مصادر صناعيه. في مصادر طبيعيه ومصادر صناعيه. لكن البني ادم البشمهندسين من ساعه ما فتح عينه كده على الارض وهو بيتساءل ايه الضوء ده عباره عن ايه؟ الكلام ده بادئ من زمان جدا، من ايام كده حتى الفلاسفه بتوع الاغريق ليهم نظريات حوالين الضوء، مرورا بقى بالوقت اللي كان فيه الدوله العربيه، الدوله العربيه والدوله الاسلاميه المتقدمه. لكن احنا تركيزنا النهارده في المحاضره على النظريات الحديثه، يعني التطبيقات الهندسيه والتطبيقات العلميه كلها مرتبطه بالنظريات الحديثه. لكن مفيش مانع نتكلم ونقول لك ان واحد زي ارسطو دي اللي هو ارسطو يعني بالعربي، طبعا ده كان قبل الميلاد سنه 384 كده قبل الميلاد. الراجل ده برضه تساءل ايه هي ماهيه الضوء؟ البني ادم ازاي اصلا بيشوف؟ وقال لك والله الضوء ده عباره عن جسيمات بتخرج من عين البني ادم تنعكس من على الاجسام اللي بتنزل عليها عين البني ادم تاني، فبيثبت له بيحصل بالرؤيه. سمثينج شيء خارج من جسمه من عين البني ادم ينزل على القلم والعين تنزل على القلم لعينه يثبت لي الاحساس بالرؤيه. دي كانت نظريته. لكن في واحد تاني اسمه يوكليد اللي هو اوكليديس يعني بالعربي، اكيد برضه سمعتوا عنه. سال سؤال تساءل يعني، قال له انت بتقول ان في جسيمات بتخرج من عين البني ادم تنزل على الاشياء وتنعكس في عين البني ادم تاني. ما الموضوع ده مش بياخد وقت؟ قال له اه طبعا بياخد وقت، اكيد في حاجه رايحه وجايه ودي مسافه وزمان عشان تبقى ليها سرعه. قال له طب ما انا ليه لما ببص على النجوم ولا القمر ولا الشمس بشوفها بشكل لحظه؟ ما بياخدش وقت. مسافة كبيرة جدا. طب القلم ولا اخر البلاطر ولا البنت ده دي قريبة إلى حد ما، لكن النجوم والقمر دي أنت بعيدة جدا. أنا هشوفها إزاي يعني؟ أنا بشوفها إزاي؟ يبقى الكلام اللي أنت بتقوله ده مش مظبوط. الراجل الإغريقي ده كان ليه إنجازات في موضوع الأوبتكس وموضوع الضوء. فهو اللي أصلاً عمل أول كتاب سماه أوبتكس. كلمة أوبتكس دي الترجمة الإنجليزية لكلمة أوبتيك اللي هي كلمة يونانية معناها بصريات، يعني هو تقريبا من اوائل الناس اللي اسست علم البصريات. نخش بعد كده بقى ابن الهيثم، الراجل ده اللي هو تقريبا كان في القرن العاشر او ال 11 الميلادي. الراجل ده تقريبا اللي حط اول نظريه صحيحه للبصريات. قال لك لا انت بتشوف الرؤيه دي عن طريق ان انا في الضوء ده بينعكس من على سطح الجسم اللي انت بتبص عليه بينزل على العين بتاعت البني ادم. مش بس كده، قال لك كمان ان العين بتاعت البني ادم دي متوصله بالمخ، والرؤيه دي بتتم في المخ. العين دي في حاجه بتوصل الضوء اللي بيخش العين دي للمخ، وانت بتشوف الصوره دي في المخ. فتقريبا ده اللي كان اول تصور صحيح للضوء. يبقى تاني الراجل ابن هيثم ده قال لك الضوء ده بينعكس من على الاجسام اللي انت بتشوفها وبيسقط على العين. طب احنا بنشوف في العين؟ قال لك لا، قال لك الضوء ده بينتقل بطريقه ما للعقل بتاع الانسان او المخ بتاع الانسان، والرؤيه دي بتتم فين؟ في المخ. طبعا الراجل ده عمل كتاب اسمه كتاب البصريات اللي هو تقريبا كتاب مشهور جدا اسمه بوك اوف اوبتكس الانجليزي، اللي كان كاتبه بالعربي اسمه كتاب البصريات، بيشرح فيه الظواهر بتاعت الريفليكشن والريفراكشن، واتكلم كمان بقى عن المرايات والعدسات والاجهزه البصريه، وهو كان عامل ايه؟ فلك وعامل ضوء كبير. زي ما قلت احنا مش جايين نتكلم محلل التاريخ، لان التاريخ ده برضه كبير، لكن احنا جايين نتكلم عن المودرن سيلز اباوت لايت، النظريات الحديثه حوالين الضوء. عندي خمس نظريات هنتكلم على كل واحده فيها اثنين او ثلاثه سلايد باختصار. طيب الخمسه دول انهي واحده فيهم صح؟ كلهم صح. طب انهي واحده فيهم غلط؟ كلهم غلط برضه. لازم نعرف. طيب تعالى نمشي واحدة واحدة كده مع بعض. صح. أول نظرية منهم اللي هي رقم واحد كان اللي عاملها نيوتن. بس الموضوع ما كانش بسهولة كده. نيوتن ده كان موجود يا باشمهندسين في وقت
كان في عالم تاني اسمه كريستيان هوجنز او هايجنز. هوجنز دي بالهولندي لان ده راجل هولندي، نيوتن ده كان راجل انجليزي. بس كان في فرق المستويات ده ساعتها، ان نيوتن ده كان اشهر عالم موجود ساعتها وتقريبا لغايه دلوقتي مفيش عالم اشهر من نيوتن. يعني حتى الكتاب اللي عملوه اللي هو اعظم 100 شخصيه كان جاي 200 بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمام؟ هو اعظم عالم في تاريخ الايه؟ البشريه. وراجل سياسي تمام وشخصيه مرموقه. ده مش بس كده، ده كان من انجلترا كمان اللي هي كانت تقريبا محتله معظم العالم وفرض سيطرتها على حدود العالم. فكان قدره عالي جدا نيوتن ده. لكن قدامه كان في عالم تاني غلبان اسمه ايه؟ كريستيان هوجنز ده اللي هو الهولندي. هايجنز ده كان بيقول الضوء عباره عن نور، ونيوتن بيقول له ده الضوء عباره عن بارتكلز جسيمات. فالناس ما سمعتش هايجنز، سمعت مين؟ لنيوتن. هو راجل كبير وعمل الجاذبيه وعضو في البرلمان الانجليزي ومشكله من ثالث العالم. فالناس كانت بتسمع لمين؟ نيوتن. فنيوتن ده عمل نظريه اسمها الكوربسكيلر سيري او نظريه الجسيمات، يعني لو عارفها عشان الكلمه دي تقيله شويه. ده عملها سنه كام او نشرها او اعلنها سنه 1675. فطبعا الزمن اللي احنا بنتكلم فيه ده زمن ايه؟ قديم. فما تقدرش ان انت تلاقي حاجات بدائيه قوي وبديهيه قوي، وساعات كمان مش في المخ بتاعك ما بيبقاش، لان انت دلوقتي في مستوى تاني من العلوم. في الوقت ده كانت الحاجات دي بالنسبه لك متقدمه جدا وادفانسد جدا وبيختلفوا عليها كمان. نيوتن عمل فرضيات، كل نظريه هنتكلم عنها هنقول الفرضيات بتاعتها والنجاحات والاخفاقات بتاعتها. كلمه الثيوريز دي يعني فرضيات النظريه. نيوتن ده قال لك ان الضوء عباره عن جسيمات، اي جسم مضيء لومينس بادي بيشع باستمرار جسيمات في كل الاتجاهات. اي جسم مضيء ده نظريته كده دايما بيخرج وبشكل مستمر في كل الاتجاهات جسيمات. الجسيمات دي احنا اللي بنسميها الكوربسكلز اللي هي الايه؟ جسيمات يعني دي الكلمه بتاعتها هو سماها كده. الجسيمات دي حضرتك بتمشي بخطوط مستقيم وليها سرعه محدده، والسرعه دي كبيره جدا. يعني الجسيمات اللي خارجه من الجسم دي بتتحرك بسرعه كبيره جدا وتمشي بخطوط مستقيم. طب وبعدين؟ قال لك ان الجسيمات دي الاستيك يعني مرنه، فلو تصادم مع بعض ما بتفقدش اي جزء من الطاقه. وكمان ريجيد، كلمه ريجيد يعني قويه صلبه، شكلها ما بيتغيرش مع السرعه، ثابته مهما تمشي بسرعه كبيره هي شكلها ثابت. ووزنها خفيف جدا. طب اشمعنى وزنها خفيف جدا؟ قال لك عشان لو طبعا لو ليها وزن كانت هتتاثر بالجاذبيه اللي انا برضه عملتها وهتنزل في الارض مش هتكون صلبه. يبقى دي كانت فرضيات. قال لك ان الضوء عباره عن جسيمات خارجه من الجسم المضيء بتتحرك بسرعه كبيره جدا وبتمشي بخطوط مستقيم، ما لهاش وزن تقريبا، وقويه لدرجه ان هي ما بتفقدش ايه؟ شكلها ولا تصدم مع بعض تفقد الضوء. طب احنا بقى بنشوفها ازاي؟ قال لك دي لما بتنزل عليها بتعمل لك السنسيشن والفيجن. لما بتكبر في العين بتبدا تخلي العين تشوف الضوء ده. واحد راح ايه؟ مشغل مخه، قال له طب اشمعنى بقى انا بشوف لون اخضر واحمر وازرق والكلام ده؟ قال له لا، ما هي الجسيمات دي مش نفس الحجم، ده الالوان بتعتمد على ايه؟ على الحجم، كل ما الديفرنت سايز بتتغير الكالرز ايه؟ المختلفة اللي انت تشوفها. يعني الالوان دي نتيجة ان الجسيمات ما لهاش نفس الحجم. كمان قال لك ان الجسيمات دي لو كانت ماشية في الهواء اللي هو بصر كثافته قليلة ونزلت في مية، المية دي كثافتها عالية، تتحرك بسرعة أكبر من اللي كانت بتمشي بيها في الهواء. يعني الضوء بيتحرك في الأوساط اللي كثافتها عالية بسرعة أكبر من الأوساط الخفيفة. طب ليه؟ قال لك ما هو ده جسم دخل في جسم تاني، الجسم التاني ده المية مثلا ليها جزيئات أكبر، هيحصل قوة جذب بين الجزيئات بتاعت الجسيمات بتاعت الضوء والجزيئات بتاعت المية. القوة دي هتتحول لأكسلريشن. الأكسلريشن دي تسبب زيادة السرعة. هو بيفسر بناء على ايه؟ على نظريه الجاذبيه اللي هو عملها. يبقى مع بعض كده نرجع تاني. نظريه الجسيمات بتاعت نيوتن قال لك عباره عن جسيمات بتتحرك بسرعه كبيره جدا في خطوط مستقيمه بتنزل على عين حضرتك وتسبب الاحساس بالرؤيه. الالوان مختلفه نتيجه ان الجسيمات دي
يفسر العباس الدكتور. قال لك لو انا عندي جسيمات، لو انا عندي تلقاء او جسيمات نازله على جسم قوي سطح زي ده كده، هتيجي تنزل وبعدين عكس بنفس الزاويه اللي نازله بيها، قانون الانعكاس العادي. زاويه السكون بتساوي زاويه الانعكاس. كده ليه؟ بالنظريه بتاعته بيثبت الكلام ده. ونيوتن عن طريق النظريه بتاعته قدر ان هو يالف كتب في الاوبتكس، وفعلا عمل انجاز في الموضوع ده. وفي اجهزه بصريه كتير نيوتن اللي صممها، يعني انا ما كنت بشرح نظريه كنت في سنه اولى، في تلسكوب اسمه نيوتن، نيوتن تلسكوب، هو عمل تلسكوب بيشوف فيه جسيمات بتاع الفضاء بناء على الايه؟ على النظريه بتاعته اسمه ريفليكتنج تلسكوب. فطبعا هو ليه انجاز وليه تاليفات وليه ايه؟ مؤلفات وكتب في الايه؟ في الضوء. طب ايه الاخفاقات بقى بتاعت الفيلرز دي؟ يعني الاخفاقات النظريه. الناس كانت بتسال العلماء بيقعدوا مع بعض او في الابحاث والكلام ده بيسالوا اسئله ما بيلاقوهاش اجابه. نيوتن ده هو كان شغال على مرايات العدسات، لقى ان لما بيبقى عندي عدسه وسطح ازاز الضوء بيعمل تداخل مع بعض ويبدا يكون لي حلقات كده، الخط الاسود ده يعني في ضوء، الابيض ده خالص يعني الضوء عمل تداخل هدام ولا شعاع ولا الحلقات دي اسمها نيوتن رينجز، يعني بنسميها على اسم اللي هو الاكتشاف. طب فسرها؟ معلش فسرها ليه؟ لان واحد قال له ازاي الجسيمات تلتحم مع بعض وتعمل لي اضاءه عاليه هنا وتلاشي بعض في مكان تاني؟ انت بتتكلم على جسيم مادي فهيلاشي بعض ازاي؟ ما قدرش طبعا يجاوب على الاسئله دي. كمان التجربه اثبتت ان لا، الضوء لو كان بيتحرك في الهواء ودخل في الميه هيتحرك بسرعه اقل وهينكسر مقترب من العمود. ما هو لو الضوء داخل جسيمات وحصل كون جذب بين الجسيمات بتاعت الضوء الجزيئات بتاعت الميه، يبقى لازم هيبعد عن العمود وهيحصل له ايه؟ سرعته هتزيد. ده الكلام نيوتن. لكن الحقيقه الضوء لو كان ماشي في الهواء ودخل في الميه زاويه الانبساط اللي هنا اقل من زاويه السقوط، يعني بيقرب من العمود على السطح، يعني بيتحرك بسرعه اقل. والتجربه العلميه اثبتت الكلام ده. فعشان كده النظريه بتاعت نيوتن في الوقت ده هل فشلت؟ لا، ده قال لك نيوتن عشان كان ليه سلطه عاليه وليه ريبيتيشن، ليه سرعه عاليه، العلماء فضلوا مصدقينه لمده 100 سنه، قرن الحال. النظريه بتاعت نيوتن دي هي الناس مقتنعه بيها، ان الضوء ده عباره عن جسيمات. ده ليه؟ راجل عالم كبير، فاي كلمه هيقولها كده مصدقه. الراجل الغلبان الثاني اللي اسمه هايجنز ده كان من دولة صغيرة وعالم سمعته مش كبيرة ولسه عالم شاب، فالناس ما صدقتوش. الراجل عمل النظرية وعلمه وشكرا. طب ايه اللي انت كنت شربت ايه يا عم هايجنز انت؟ قال لك والله انا بفترض ان الضوء ده عبارة عن حركة موجية. طاقة بتنطبق في الضوء عبارة عن ايه؟ عبارة عن حركة موجية. والموجة دي موجة مستعرضة. احنا عارفين ان في موجات طوليه وموجات مستعرضه، كانت معروفه ساعتها وكان معروف ان الضوء موجه طوليه. فالراجل قال لك الضوء موجه مستعرضه. يعني اتجاه الاهتزازه بيبقى عمودي على اتجاه ايه؟ الانتشار. طب ما الضوء ده جاي لنا من الفضاء للارض في فين؟ في فضاء، ده ما فيش حاجه فراغ. قال لهم لا، انا هفترض وسط هيبوثيتيكال دي يعني تصوري. هيبوثيتيكال دي يعني حاجه بيتخيلها يعني. في وسط تخيلي كده اسمه الايثر اللي هو العربي الاثير، يقول لك موجات الراديو عبر الايه؟ عبر الاثير. هي دي الكلمه دي لغايه دلوقتي الناس مقتنعه بالكلمه دي، ان في وسط تخيلي الموجات دي بتنتقل فيه. فمن الاخر كده النظريه بتاعت هايجنز قال له لا، احنا مش مقتنعين. موضوع ان حاجه تتحرك اصلا في الفراغ دي مش مقبوله. تمام؟ هو الراجل الثاني اصلا ده راجل كلامه 10 على 10 في النظريه بتاعته. ما تلزمناش بس طبعا النظريه بتاعت الموجات دي حققت نجاحات. هايجنز قدر ذات نفسه يثبت القوانين بتاعت الانعكاس والانبساط كمان. على الرغم من الكلام ده بعض الناس ما صدقتوش. وقال لك ان الضوء لما بيخش الازاز او الميه اللي هو وصل كثافته الضوئيه او الكثافه بتاعته اعلى من الهواء بيتحرك بسرعه اقل. يعني يتحرك هنا بسرعه كده، هنا يتحرك بسرعه اقل. يعني لما ينكسر ينكسر مقترب من العمود مش مقتنع. الناس ما هي مش مصدقه الكلام ده. وهو بذات نفسه عمل نظريه ثانيه مش لاحقه السنه الاولى ان ازاي الضوء بينتشر. قال لك ان في حاجه اسمها صدر الموجه، بما ان الضوء ده حركه موجيه ده في حاجه اسمها الويف فرنت اللي هو صدر الموجه. كل نقطه موجوده على الويف فرنت
تنشأ منها الموجات الجديدة اللي بتروح للنقطة اللي بعد كده. طبعاً أنا قلت له الحاجات دي ممكن تكون بديهية أو مش معقولة في وقتها كانت إيه؟ إنجاز. يبقى إيه هي اللي حكت عليها؟ قال لك أنا هفرض إن الضوء أو الضوء تعبر عن حركة موجية. أثبت بيها قوانين انعكاس الانتشار. وأثبت وعرضت نظرية إزاي الضوء بينتشر. وافترضت إن في وسط تخيلي الموجات دي بتتحرك فيه، لأن يعني الصوت ما بيتحركش في الفراغ، هما كانوا عارفين الصوت وعارفين إن هو حركة موجية. والصوت ما بيتحركش في الفراغ. إزاي بقى الضوء بيتحرك في الفراغ؟ ما مش مقبولة عندهم. فلما نيوتن طبعاً سأله ما عرفش يجاوب. بالإضافة إن هو نيوتن قال لك الجسيمات بتاعتي كانت بتتحرك في خط مستقيم. يعني لو جيت حطيت عقد في النص كده الخط المستقيم اللي بتتحرك عليه الجسيمات دي قبله خلاص بيتفرق. تمام؟ يبقى في ايه؟ في ظل ورا الجسم ده. لكن الصوت لو انا واقف انا وانت وبيننا حيطه وانا اتكلمت انت هتسمعني. صح؟ يبقى الموجات بتقدر تعمل ايه؟ تمشي في مسار مش مستقيم بقى كرفتشر، يعني تقدر تعمل ايه بندي؟ تعمل ايه؟ تلف حوالين العوائق وتوصل للواقف ورا. انت بقى انت بتقول ان الضوء ده حركه موجيه. الظل ده بيتكون ازاي؟ الخيال ده بيتكون ازاي؟ ليه الضوء ملفش من حوالين الجسم ودار ايه الظل ده؟ ما قدرش يجاوب. طبعا بالاضافه ان انا زي ما قلت لكم الموضوع الاسير ده موضوع ما كانش مريح، ان ازاي اصلا حاجه تتحرك في الفراغ بدل افكار البصر والكلام ده، فلغوا النظريه بتاعته. وطبعا كان من حظه السيء ان في ظاهره بتحصل للضوء اسمها البولاريزيشن. البولاريزيشن بالعربي يعني استقطاب، هتقولها ان شاء الله السنه الاولى. ملخصها كده ان انا هكبر الموجات ان هي تهتز في اتجاه معين، يعني انا عايز الموجه بس تهتز في اتجاه مثلا الواي اكسس، هكبرها عن طريق بعض الاجهزه ان هي تهتز في فين؟ في الواي اكسس، انا ممكن تهتز في اي اتجاه. تمام؟ بما ان انا عملت لها استقطاب يبقى لازم تهتز في اتجاه ان انا عملت لي استقطاب بس. هل ما عرفش يفسر الظاهره دي؟ هو اكتشف ان ما عرفش يفسرها. فبالتالي النظريه بتاعته ايه؟ الناس ما قابلتهاش وقعدنا زي ما قلنا 100 سنه الناس مصدقه وقبل النظريه بتاعت مين؟ بتاعت نيوتن. طيب بعد 100 سنه ما خلصوا ونيوتن مات بقى وعايش في زمان، يجي عالم انجليزي شاب اسمه توماس يانج. توماس يانج ده ما كانش مقتنع بالنظريه بتاعت نيوتن. ده اشتغل على النظريه بتاعت هايجنز وحقق القوانين بتاعت التداخل بتاعت الضوء اللي هو الانترفيرنس. كلمه انترفيرنس يعني التداخل بين موجتين او ثلاثه او اكثر. عمل تجربه باسم وفسرها عن طريق النظريه بتاعت هايجنز النظريه الموجيه، وقدر كمان يفسر الحلقات اللي هي نيوتن رينجز اللي هي الحلقات اللي احنا كنا جايبينها هنا عن طريق كمان النظريه بتاعت هايجنز. فابتدت الناس تعيد النظر تاني في ايه؟ في النظريه الموجيه. قالت لك لا فعلا يمكن بقى نظريه الجسيمات بتاعت نيوتن دي على جنب، واحنا نصدق ان الضوء ده فعلا عباره عن حركه ايه؟ موجيه. والناس بدت مصدقه الكلام ده ومكملين شغل على الكلام ده لغايه ما وصلنا لسنه 1862 لما جه عالم اسمه جيمس كلارك ماكسويل. ده مقتنع ان الضوء عباره عن حركه موجيه، بس ايه المنشا بتاع الحركه الموجيه؟ ليه الموجه دي بتيجي منين؟ قال لك في الوقت ده كانت الناس بتتكلم عن طبيعه الماده، في حاجه اسمها مولكيولز جزيئات، لا ده الجزيئات دي بتتكون من حاجه ثانيه اكبر اسمها اتمز ذرات. طب الذره دي تركيبها ايه؟ عارفين انتوا طبعا النظريات بتاعت الذره في اختلاف، وبرضه لغايه دلوقتي شكل الذره دي ايه؟ بس الناس مش مختلفين ان الذره دي فيها شحنات مجرد وبيلف حواليها بشكل ما او موجود حتى حواليها شحنات ايه؟ سالبه. حضرتك في الترم الاولاني خدت ان اي شحنه حواليها مجال كهربي. قعدت عامل اقرار على الكلام ده، حاجه اسمها الالكتريك فيلد ده موجود حوالين اي شحنه. الشحنه طول ما هي موجوده في المكان ده حواليها مجال كهربي بتاعها. طب الشحنه دي لما بتبدا تتحرك ايه اللي بيحصل؟ المجال الكهربي قيمته واتجاهه هيبدا يتغير، لان الالكتريك فيلد ده بيكبر. ده مش بس كده، انت مع الدكتور احمد سمير كمان هتعرف ان
الشحنه لما تتحرك تعمل لي مجال مغناطيسي، ده اللي هو الكورس بتاعنا. النص الثاني منها هتاخد يقول لك انا عندي تاخر راجل بيمر السلك بيبقى حواليه كمان ايه؟ مجال مغناطيسي. طب بما ان الشحنه بتتحرك يبقى المجال المغناطيسي ده كمان بيتحرك او بيتغير قيمته او اتجاهه. ماكسويل بنى النظريه بتاعته على كده، اسمها النظريه الالكترومغنيتيك ثيوري، النظريه الكهرومغناطيسيه. ايه الموضوع؟ قال لك شحنه بتتحرك يبقى ليها مجال كهربي ومجال مغناطيسي بيهتزوا في اتجاه عمودي على بعض، والاثنين دول بيهتزوا في اتجاه عمودي على اتجاه الانتشار. تاني، شحنه كهربائيه اللي هي الالكترونات والبروتونات والحاجات اللي موجوده جوه الذره دي، شحنات بتعمل حركه. الله اعلم ايه شكل الحركه دي، لكن هي بتعمل حركه. بدل بتعمل حركه يبقى هتطلع لي مجال مغناطيسي ومجال كهربي بيهتزوا ايه؟ في اتجاه عمودي على بعض، وبيهتزوا في مستوى عمودي على اتجاه الانتشار. يعني زي ما حضرتك شايف كده، الموجه دي ماشيه مثلا في اتجاه الاكس، يبقى الالكتريك فيلد مثلا في اتجاه الواي، والماجنتيك فيلد في اتجاه الايه؟ الزد. الثلاثه عمودين على بعض. قاس السرعه اللي بتتحرك بيها الالكتروماجنتيك ويفز دي، لقاها ان هي قريبه من سرعه الضوء. احنا اتكلمنا على نظريات الضوء، لكن ما اتكلمناش ان في ناس على الخط الثاني بتحاول تقيس سرعه الضوء، بيعملوا تجارب وبتفشل. في منها اللي نجح وطلع ارقام. ماكسويل السرعه اللي حسبها بالمعادلات بتاعه الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد اللي درسناها في السنه الاولى، ان هو استخدم اربع معادلات بتوع الالكتريك فيلد بتوع جاوس، وجاوس برضه في الماجنتيك فيلد، القانون بتاع فاراداي، وعمل اثبات رياضي استنتج منهم سرعه الموجات دي. لقى ان السرعه دي قريبه من الرقم بتاع عامل ثاني بيقيس سرعه الضوء، فابتدى يقول لك خلي بالك ان الضوء ده شكله كده الكترومغنيتيك ويف، بيتكون من الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد بيربنديكولار في اتش اذر، يعني عمودين على بعض، اند بروباجيت وبينتشر. ايه الدايركشن؟ بيربنديكولار تو ايه؟ اتش اوف ذيم. الاثنين بيهتزوا في اتجاه عمودي على بعض، واتجاه الانتشار عمودي عليهم الاثنين. وقال لك ان السرعه اللي انا حسبتها عباره عن 3 في 10 اس 8، بس دي موجوده فين؟ في الفراغ. دي اكبر سرعه بيتحرك بيها الايه؟ الموجات الكهرومغناطيسيه. في اي وسط ثاني السرعه دي اقل من كده. طبعا من ضمن النجاحات بتاعت النظريه بتاعت ماكسويل ان كان في عالم اسمه هيرتز. طبعا كلنا عارفين الراجل هيرتز ده اللي اصلا وحده التردد بنسميها الاسم. الراجل ده كان بيحاول يعمل دايره كهربائيه تطلع موجات الراديو. جاب بقى ملف ومكثف وحبه مكونات كهربائيه وبيدرس الموجات بتاعت الراديو، اللي هي اصلا لقاها ليها نفس الخصائص بتاعت الالكترومغنيتيك ويف. قال لك يبقى الالكترومغنيتيك ويف موجات الراديو دول حاجه واحده، بيتحركوا بنفس السرعه، مختلفين بس فين؟ في الويف لينث، مختلفين في التردد. فابتدت من هنا بقى النظريه بتاعت الالكترومغنيتيك دي، الناس تصدقها ان الالكترومغنيتيك راديشن ده سبيكترم كبير، كميه كبيره جدا. احنا بنشوف جزء صغير منها، لكن الموجات بقى بتاعت الاكس راي وبتاعت الالترا فايلوت والانفراريد والراديو ويفز والكلام ده كله احنا ما بنشوفهاش. دي يا باشمهندسين كانت الظاهره او النظريه الثالثه اللي هي النظريه الكهرومغناطيسيه. تعال بقى نروح للظاهره او النظريه اللي بعد كده اللي هي في القرن العشرين اسمها الكوانتم فيلد. كلمه كوانتم دي معناها كم؟ كميه محدده. كوانتم دي كميه، عشان كده اسمها النظريه الكميه. علماء كتير شغالين تجارب، منهم كان عالم اسمه ماكس بلانك. الراجل ده ما كانش شغال على الضوء ولا اي حاجه. الراجل ده كان شغال على حاجه اسمها الاشعاع الحراري. ايه هو الاشعاع الحراري ده؟ حضرتك تيجي في الشتاء الجو ساعة تقول انا هعمل حاجه سخنه شجره في حاجه الكوبايه، ومن غير ما تقرب ايدك من المج بتاعك من الكوبايه بتحس بالحراره من غير ما تلمس. الناس تولع النار وتقعد تتدفى عامل ايده كده، هو مش حاطط ايده جوه النار ولا حاطط ايده جوه النار هتتحرق، لكن هو حاسس بالايه؟ بالحراره من بعيد. ده نتيجه ايه؟
جسمي الاسود. كلمه بلاك بادي مش بالضروره يكون لونه اسود، لا ده هو بلاك بادي دي يعني جسمه معدم. ده بيمتص اكبر كميه اشعاع ممكنه، ولو سخنته يطلع لك اكبر كميه اشعاع ممكنه. يعني ده الايدل ابزوربر والايدل ايميتر كمان. هو كان شغال على النقاط خارج الحراري ويشوف الاقوال الجويه اللي بتخرج منه دي. كان بالك ان هي الكترو ماجنتيك ويف، هو كان مقتنع بالنظريه اللي هي ايه الالكترو ماجنتيك ويف. قال لك ان الثيرمال راديشن ده الكترو ماجنتيك ويف. بس النظريه دي كانت عشان تطبقها يقول لك انا كل ما بسخن الجسم الالكترو ماجنتيك او الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد اللي بيخرجوا الانتنسيتي بتاعتهم بتزيد، بردت الجسم الانتنسيتي بتاعتهم تقل تبقى سهله تزيد. بس جه بقى ان هو لا في طول موجي معين هو دايما اللي اقصى كميه اشعاع بتخرج عنده عند درجه حراره مثلا 400 او سوى اللي هي مثلا هنا 4000 كان طول الموجي اللي بيخرج عنده اكبر كميه اشعاع. طب سخنت لدرجه 6000 جنيه 6000 دي اللي هي الشمس دلوقتي، سخنت عند درجه حراره 18000 اللي هي مثلا وبعد كل الموجي ده 5000 كيلو الانتنسي كمان بتقل 5000 كيلو يعني المفروض لما تزيد تزيد على طول، لما تقل كله يقل. الكلام ده كان هو سبب ان في نظريه جديده اتعملت. قال لك وقتها يا شكلها كده جسم المعدن او اي جسم ده الذرات اللي بتتكون منه ده الشغلات اللي جوه دي مش متوزعه اي حاجه كده على البطن. لا قال لك ده في حاجه اسمها كوانتم سبيد ان انت بتقول عليها المدارات، تقول انا عندي الالكترونات في المدار الاول المدار الثاني المدار الثالث. انا كمان عندي مثلا ذره زي الهيدروجين كده مثلا فيها الكترون واحد بيلف في المدار مثلا، وجيت نزلت عليها راديشن مش هتمتص بكميه محدده هي اللي تقدر تعمل لها اثاره عشان تروح للمدار اللي اعلى منه. ليه؟ لان الفرق في الطاقه بين المدار الاولاني ده والمدار الثاني ده كميه ثابته. هي الذره مش هتاخد بالها بس. طب ما في مدار بعد كده. الفرق في الطاقه بين المدار الاول والثاني دي معروفه. لو انت سخنت الجسم او اديته راديشن تكافئ الفرق في الطاقه ده الالكترون بدل ما يطلع للمدار الثاني يطلع للايه؟ للمدار الثالث. يطلع للمدار الرابع. قال لك يبقى التغيير ده هو سبب، لان انا لما هعمل اثاره لبشمهندس للالكترون للمدار للمدار الاول للمدار الثاني ويرجع ينزل ثاني هيطلع لي ايه؟ راديشن. مش الراديشن اللي خرج ده الطاقه بتاعته. لا هو ايه؟ حلو كده بقى كده حلو. ايه ده؟ هو ريجريشن هو لا كنت بنام وانا والله بداية مبشرة في نفس الوقت تقريبا كان
صدق الكلام ده لان هو شغال على حاجه الفوتو الكتريك ايفكت اللي هي الظاهره الكهربائيه. والظاهره الكهربائيه دي ما قدرتش تفسر غير عن طريق النظريه بتاعت الايه؟ الكوانتم سير اللي هي بتاعت الجانب. فمن الاخر قال لك ايه؟ قال لك لا اللايت ما بيتشعش باستمرار، الانتجريس دي يعني باستمرار. لكن ده متجزأ لجزيئات صغيره، جسيمات صغيره اسمها الفوكس. فابتدينا نرجع تاني ان في ناس تقول لك ان الضوء ده عباره عن جسيمات. بس طبيعتها طبعا مختلفه عن الايه؟ عن الفرضيات اللي فرضها مين؟ اينشتاين وبلانك ومجموعه كبيره بقى من العلماء والناس اللي كانوا شغالين على الذره قال لك لا ده دور عباره عن كمات من الطاقه. ما بتساويش غير فرق الطاقه بين مستويين اثنين كوانتر ستيت. الباكتس دي كلمه باكت او مجموعه او كميه هي اللي اسمها ايه؟ الفوتونز. طيب يعني كده يا باشمهندس الحركه الموجيه ما بقتش موجوده؟ قال لك لا. علشان قال لك الموجه اللي موجوده او مصاحبه للفوتون دي بتشتغل كمرشد بس توديه هو يتحرك ازاي؟ يمشي في خط مستقيم ولا يمشي في شكل كرفكشر ولا ايه؟ يبقى هقول تاني بعد ما اشتغلنا ودخلنا في الكوانتم ثيوري قال لك ان الضوء ده عباره عن كمات من الطاقه. الكميات من الطاقه دي عباره عن بارتكلز احنا بنطلق عليها لمبه طاقه فوتون. الموجه او الحركه الموجيه اللي بيعملها الفوتون دي هي بس بتقشر له او بتشر له او بترشده هو بيتحرك ازاي. لكن الموجه دي ما لهاش اي علاقه مباشره بشده الالكتريك فيلد او الماجنتيك فيلد، لا ده هي كميه على بعض كده من الطاقه. طب ليه الكلام ده؟ قال لك زي ما انا راسم كده، قال لك عشان الكميه من الطاقه دي ما بتنتجش غير عن طريق انتقال من كوانتم ستيت يعني مدار من ذره لمدار تاني. والله لو الفوتون ده نزل على الذره بيكافئ فرق في الطاقه بين مستويين هي هتمتصه وتحصل ايه؟ اثاره للمستوى الطاقه الايه؟ الاعلى ده. طب لما تيجي ترجع للجراوند ستيت تاني ايه اللي يحصل؟ تعمل ايميشن تطلع فوتون. الفوتون ده الطاقه بتاعته بتتناسب مع التردد، النيو ده اللي هو التردد بتاع الايه؟ بتاع الضوء. طب انت بتشيل علامه التناسب وتحط ايه؟ ثابت وثابت، بلانك عمل كده، بلانك ده عايز كلمه الثابت. فعشان كده تكريما ليه الثابت اتسمى بايه؟ باسمه، اسمه بلانك كونستانت. لان هو اول واحد يتكلم في الموضوع ده هو اللي عايز كلمه الثابت. طبعا انت عارف حضرتك ان سرعه الضوء بتساوي الطول المومي في التردد. ده طبعا قانون عام لاي موجه، انا بس هنا كاتب سي عشان دي سرعه الضوء. يبقى التردد ده بيساوي سي على طول الموجه اللمبه. يعني الطاقه بتاعت الفوتون يا اما تمشي في نيو يا اما تمشي سي على ايه؟ على لمبه. مفيش حاجه اسمها فوتون ونص ولا اتنين فوتون وربع، الكلام ده مفيش. قال لك الفوتونات دي يا اما تمتص يا اما يحصل لها كميشن عباره عن ام في اتش في نيو، والام ده لازم يكون ايه؟ لازم يكون عدد صحيح. يعني لو الذره امتصت فوتون واحد يبقى في الكترون واحد يطلع من المدار ده للمدار ده. لو نزلت تاني هتطلع فوتون واحد بره. طب لو امتصت اتنين فوتون يبقى في اتنين الكترون هيطلعوا من ايه؟ من هنا لهنا. ممكن يكون واحد في ذره واحد في ذره اللي جنبه. لكن مفيش حاجه اسمها فوتون ونص. عشان كده اسمها ايه؟ كوانتم. كلمه كوانتم يعني ايه؟ باكت على بعض كده. طب دلوقتي انت ربطتنا هي دي عباره عن موجه ولا جزئين؟ قال لك ده الاثنين، هي الصراحه احنا في الطريق الاثنين. جه راجل عالم اسمه براك عمل بقى طبعا اشتغل على الاكس راي واحنا بدانا السن. يعني اشتغل ثلاث ايام في الاسبوع موجه وثلاث ايام في الاسبوع جزيئات وراح راح حل اهدافه. تمام؟ ما بعرفش هو قال فعلا كده. بس عايزين نشوفيه كده. جه راجل فرنسي هو فعلا ينجز. انا بقى بقى تحت الساعه فرنسي اسمه لويس ديبرولي. بيقول لك اسمع يا باشمهندس عمل حاجه اسمها نظريه المستوى. قال لك بما ان انت بتقول ان الضوء ده في نظريه موجيه بيتفسر بيها الظواهر وانت قدرت تلحق تفسيرها في كوانتم ثيوري نظريه كميه اللي هي بتاعت
قال لك انا لو جبت الكترونات الكتروس ومشي مع بعض تقدر تعمل تداخل، تعمل تداخل بنات في حته يعني شدتها تبقى كبيره حته، وفي مكان تاني تعمل تداخل هداف. قدر يثبت الكلام ده ان الالكترونات كمان والجسيمات اللي هي في حجم الذره او مقارنه في اللي هي السكيل بتاع الذره بتاثر سلوك جوي كمان. طبعا الكلام ده برضه بيطبق على الجسيمات الكبيره زي الجسيمات والعربيات والارض والشمس والقمر، بس ما لهاش اي اهميه. هي اهميتها كلها كانت في الاجسام الايه؟ الصغيره. فقال لك انت بدل اي الفوتون ده ليه طبيعه قلبيه وطبيعه جسيميه، يبقى اي جسم تاني زي الالكترون برضه بيثبت نفس السلوك. وطبعا عين الطول الموجي اللي هو اللمبه بتاع اي جسم اللي هو بيساوي ثابت بلانك على الكتله في سرعه الجسم ده. طبعا الالكترونات والحاجات دي بتتحرك بسرعه كبيره جدا، فاذا الطول الموجي بتاعها هيبقى صغير في الرينج بتاع الالكترومغنيتيك ويف والكلام ده، لكن الجسيمات الكبيره عمرها ما تقدر تتحرك بسرعه كبيره، وعشان كده الضوء اقل في الاعماق. من الاخر كده الضوء في نظريات او ظواهر زي الانترفيرنس الدفراكشن اللي هو الحيود بتتفسر عن طريق الايه؟ الويف نيتشر فلايت. لكن في نظريات ثانيه زي البلاك بادي راديشن اللي هي بتاع البلاك، زي الفوتو الكتريك افكت بتاع اينشتاين. على فكره اينشتاين واخد نوبل على الفوتو الكتريك افكت مش واخدها على الكيف دي. الكلام ده ما بقدرش افسره غير لما اعتبر ان الضوء ده عباره عن ايه؟ بارتكلز. طب بعد ما احنا كلمتك عن خمس نظريات كده وقلت لك انا هضيع حجم الضوء اللي كانوا في دماغك، نستنتج ايه؟ نستنتج ان الضوء ده لازم حاجه مجهوله. النظريات الحديثه اللي هي بالذات النظريه بتاعت ماكسويل والكوانتم ثيوري والنظريه المزدوجه هم دول اللي لغايه دلوقتي اثبتوا وجودهم. قال لك ان الالكترومغنيتيك ويف ده سبيكترم كبير، يعني رينج كبير من الاقمار الموجيه بادئ من الكيلومتر 10 بس 3 متر اللي هي الموجات بتاعت الراديو، وعشان كده الموجات بتاعت الراديو تقدر تعدي الجبال والمقرات ونستخدمها في الاتصالات واللاسلك والكلام ده. تنزل شويه للرينج بتاع المايكروويف اللي هو الموجات بتاعت الموبايل، عشان كده تلاقي الموبايل في الاماكن اللي فيها جبال والكلام ده ما بتشتغلش لان الويف ليمس بتاعها صغير. كل ده الكترومغنيتيك راديشن، ما بقولش عليه غير راديشن، ما بقولش عليه ضوء. الانفراريد الاشعاع اللي هو الاشعاع تحت الحمراء ده الويف لينث بتاعه صغير جدا تقريبا بالملي متر والمايكرو متر ما بشوفوش. اجي بقى عند جزء صغير اسمه الفيزر لايت اللي هم الثلاث الوان اللي انا قلتهم الريد والجرين والبلو، اي تداخل منهم بيديك الالوان اللي انت شايفها. طب لو قللت الويف لينث كمان بيديك الالتر فايلت الموجات الايه؟ الفوق البنفسجيه ما بتشوفهاش. الاكس راي اللي بتعمل بيها الاشعه لما بتتكسر وانت بتلعب كوره ما بتشوفهاش. الجاما ريز اللي بتخرج من المواد اللي هي الاشعه النوويه كل ده انت ما بتشوفوش. كل ده الكترومغنيتيك ويف ليها طبيعه موجيه وليها طبيعه جسيميه وليها طبيعه مزدوجه. الكلام ده مش مهندسين اهميته ايه؟ ليه انا مع الكوره؟ كنت لو انا ما شرحتلكش الكلام ده كنت هتقول لي والله الضوء ده بيجي ينزل على الجبال او على الجسم ينعكس وشكرا يمتص وشكرا ما بتعرفش ايه اللي بيحصل جوه. لكن لا، الظواهر المختلفه اللي بتحصل للضوء زي الابزوربشن الامتصاص الريفليكشن الريفراكشن الديفراكشن كل الكلام ده نتيجه التفاعل اللي بيحصل بين الضوء وبين المكونات بتاعت الماده بين الذرات بتاعتها. لما قدر يدور نظريات الكلام ده قدر يفهم طبيعه الماده وعين شكل الذره ازاي؟ شكل الذرات مترتبه في الماده ازاي؟ قدر يعمل الكترونكس، قدر يعمل كوك الكترونكس، قدر يعمل طبقات كتير. انت عندك حاجه اسمها الالكترومايكروسكوب ده بيستخدم شعاع من الالكترونات ما بيستخدمش ضوء، ما بيستخدم شعاع من الالكترونات. هو حاجه اسمها شعاع من الالكترونات؟ ما هي النظريه الموجيه دي لولا ان انا ما طورتهاش ما كنتش هقدر ابدا افترض ان الالكترونات دي ليها موجه مصاحبه ليها، وبالتالي لما بتنزل على العينه بتاعتك اللي انت عايز تكتشفها بيبدا يعمل ديفراكشن ويعمل ريفراكشن ويعمل الكلام ده ويكون لي الصوره بتاعت الجسم. فاذا الالكترونات دي ليها طبيعه موجيه. لولا ان انا فهمت الماده بتاعتي مستويات الطاقه والامتصاص والفوتو الكتريك افكت وان شاء الله حاجه زي السولار سيت
ولد الكهرباء عن طريق الضوء، ان انا بعمل اثاره للالكترونات وبصيتها عن الماده بتاعتها. عملنا الفايبر اوبتكس، الناس عملت الفايبر اوبتكس اللي هي الاتصالات شغاله دلوقتي. طبعا عندك الليزر اللي هنتكلم عنه، طبعا الشاشات والال سي دي والالكترونكس والفاست الكترونكس والشبكات بتاعت الاتصالات والموبايل والراديو والكلام ده كله هو شغال على ايه؟ على الكترونيك ويف. فالنظريات دي مش بس عشان نفهم طبيعه الضوء، لا احنا عشان كمان توفرها في ايه؟ في تطبيقات. المحاضره بتاعتنا كده ان شاء الله انتهت. ان شاء الله هاخد رقم المندوب بتاع الدفعه مع قلبه. انا مش هنذاكر كل الوقت اهو. خلي بالكوا انا مش من انصار ان انت هتذاكر من الباور بوينت، انا بس عشان المحاضره دي مش موجوده في الكتاب. طب انا عايزك تذاكر على الاقل لاول مره من مصدر بيتكلم باستفاضه. يعني في مرجع هم حبيت الناس لو حد يتكلم في دماغه كده وحب يذاكر في المرجع بتاع السوبيه ده على هم اكيد طبعا ده شغل 35 انا شرحت منه صفحتين ثلاثه. اقرا حاول نفسك تقرا من الكتب، ما تقراش من الورق، ما تقراش من حاجه مختصره. خلي الاختصار ده اهم من الامتحان عشان يبقى الوقت قليل. ليه؟ ده اللي احنا كنا عارف في النقطه. وانت عندك وقت دلوقتي تعود نفسك تقرا كتير. السنه الجايه وانت اولى وانت ثانيه ثالثه رابعه ممكن ما تلاقيش ورق، ما تلاقيش محاضره. الدكتور ده قال له زي ايه اصلا ما بيديش الباور بوينت. يبقى انت ما عندكش الكتاب. خرجت واشتغلت، انا طلعت اشتغلت في التخصص كذا، جالي الكتب بتاعتك، بتقول له لا